الله يخالف. اليوم يذكر يا اخواني امام مسجد، والرجال هذا كان فيه خير وبركه، يجمع الجيران وجماعه المسجد ويحث على الجار واللي مقدار، ولا يضيعون مثل الجار، لازم انكم تقوم بشاشه وتعزمون لو انها اقل شيء القهوه. احسنت. يقول الرجال هذا الامام كان موفق، اي مثل اصلح بين او حاجه من الشاجرين، يقول دائما اصلح موفق، من باب يجي سبحان الله يقول مرتاح. يقول جاء يوم من الايام يقول ونزل عليهم واحد ثاني يقول ما يعرفونه، يقول جار جديد، تسلم يمناك لا عد مناك سم يا ابو، يقول الرجال نزل يقول قريب المسجد هذا المستاجر الجديد، يقول يوم انه نزل يقول للرجال شكله ما هو كل ذا، لكن الامام رجال بخير ويزور مثلا جيرانه. الله لا يهينك يا ابو معاذ. جاء الرجال جاء المستاجر وسلم عليه وقال حنا الحمد لله نبارك لك بالمنزال الطيب ان شاء الله وبين الناس ان جمعتم في يوم خير، والحمد لله اللي جابك الله نتعرف عليك. يقول للرجال عنده اخلاق عاليه انت ها المستاجر الجديد ما شاء الله، اخلاق عاليه لو انه فرق على الحي لبدت عليهم تبارك الله. يقول لكن سيماه ما هي كل ذا، الرجال يسحب ثوبه وياكل الشارع يقول قدامه، يقول سيجارته بيده ويبخ على وجهه ويبخ على باب المسجد. ايه الرجال جامل انت الامام ذا، وقال الليله ان شاء الله نزال عشاك عندنا انت والعيال. قال لا بد الرسميات هذه طاب خاطرنا منها القها، لا خله ما يخالف انا وصلت بارك الله. يقول اثناء الكلام هذا يقول الرجال انت هالمستاجر سيمه وسط لكن اخلاقه طيبه، يقول قلنا ان شاء الله ترك من جماعه المسجد وانت قريب المسجد، قال ان شاء الله باذن الله. الرجال يصلي بالاسبوع مره ولما صلى طلع قدام الصفوف كانه اللي يقول شوفوني عندكم، ياخذ عقب يوم يومين يشوفونه يطلع قدامهم بس باقي الايام ما يشوفونه. يقول جاء يوم من الايام يقول للرجال يغيب اسبوع اسبوعين، يقول والبيت هذا ما يدخلها احد، يعني الزوجه والورائعين يقول داخل. يقول يوم انه جاء اخر الليل يوم الليالي يقول له والله اني بس انا قضيت ما به ما به انا اخضر زين الاخضر زين يلا هات يمناك العد منا. يقول جيرانه تضايقوا منه، قال يا اخوي الرجال هذا المستاجر الجديد تجي سياراتنا اخر الليل جخ ومغيمه ولا ندري وش فيها، يجون يطقون الباب ولا يجلسون الا ثواني ويروحون. قال والله ما ادري هذا رجال ما نعرف عنه شيء، لكن الجار مع الجار وشوف اموره مثلا اذا عليه حاجه ولا شيء ولا. يقول جاي يوم من الايام يقول اختفى هذا الرجال والسياره اختفت. يقول عند ما اختفت يقول الامام يقول يطلع من المسجد، يقول ويلاحظ هذا الباب الجار الجديد اللي اختفى اللي ما ادري وين راح، يقول له والله هاك الوراء يقول ما هو كبير، يقول ابو 12 او 10 سنين. يا شيخ يا شيخ يا شيخ، قال نعم، قال ولد يمه، قال له والله ان الحرمه واجفت وراها كالستيره اللي متحشمه، يقول ترسل الورع على امام المسجد، يقول الورع يقول بيده بيسراه يقول فلوس ريالات، يقول يا يجن 20 او اقل شوي، يقول والبادي ورقه يقول بيدها اليمنى، خذ يا شيخ وخذ الفلوس، قال خلي الفلوس بيدك. يقول انت الشيخ ذا امام المسجد، يقول اخذ الورقه لا هي تقول اكتابه، تقول ابونا غادر وراح ما ادري يعود ولا ما يعود، لكن نطلب اسعافه من اهل الخير يسعفونا بحليب اطفال هذا نوعيته وحبوب بنادول للراس وشراب للحراره والكحه. قال ثواني ان شاء الله، يقول لها المستوصف بجنبه قال وركب الرجال، قال وعلى طول يجيب المقاضي هذه. قال يوم جاء قال للورع وازف وامه وراه، قال وهي تعطيه وهو يعطيه مياه، قال وهي تدخل، يعني هذه سبحان الله ارتاح منها. قال ويمر على ام عيالهم عيالهم اللي زوجة الامام ذي يقول رجالية وتعرف اكثر مما يعرفون الرجال، علمها قالت والله اني لا ازور جارتي ما ادري وش اللي عندها، قامت وسوت زمزميات قهوة وشاهي وحلويات واللي قدرت عليه، ودخلت عقب الظهر على هذه الزوجة زوجة المستاجر،
يوم دخلت لو والله عندهم ماكل بريت اللي أموره وسط شاي، لو والله عندهم كرتون يقول خبز خبز يابس، ما أدري يا أخذت من المقمة ما أدري وش مصيبتها، يقول عطتها لي الله كتب معها أنت يا زوجة الإمام. قالت يوم أخذ قال والله جايبت إن رقم خال العيال أخو الحرمة. لا. أنت فلان خال العيال؟ قال الله الله أنا خال العيال وأبوهم راح المراحل الله يعز الحكومة والعيون الساهرة اللي تقضي على اللي يخربون بالبلد أثر والعياذ بالله مروج. جاء أنت يا أخو الحرمة خال الأولاد ذولا وشالهم، وعندما شالهم راح وانتهى الأمر ولا يدري وش اللي صار. فكل يا أخواني كل غادر عليه بينه، والحمد لله الدولة ما قصرت والعيون السارة ما قصرت على اللي يخرب الوطن. يا أخواني لازم الواحد كل واحد حارس على باب، ولا يجي محذور مثلا أن يهدم الإسلام من قبله، لازم أنه يكون مرسال للإسلام وأنتم سالمين غانمين.